بونجور، جيسبر على كل كامل بخير. اليوم جبت لكم شطيطه تاع السردين كيما يحب الخاطر. تبعوا برك لي زيتاب و تتواسيوها على قانيه. بون، بسم الله. لا بروميير دي شوز، نواسيو الزيت. انا واسيت هنايا بور لي ديبيوتانت 5 كويير ا سوب تاع زيت بور اون كونتيتي تاع كيلو تاع سردين. هنايا 4 سنينات توم ولا يكونوا شويه صغار، واسيو 5 اون بانسي تاع سال. نزيدو شويه تاع 4 كاس تاع الماء، ونزيد شويه تاع العكري ولا بابريكا، زوج ورقات رند، غرفه تاع لا طوماط كونسونطري، غرفة تاع الحار. نحركو هكذا شوية على نار قليلة، نقصولها للنار هكذا. اون ليس ميجوتي دوق، نزيدو لها اون كويير كافي تاع الكمون، ونقصولها للنار ونخليوها هكذاك تكتك شوية. من بعد نرميو لها زوج حبات طوماطيش، نكونو نقيناهم مليح، نحينا لهم لابو وقطعتهم هكذايا رقاق. ودوق نحو السردين نقي، وبعد ما شللناه ونحينا له الراس ونقيناه بيان، نحينا له لي زيكايتو، نقيوه بهاد لا فاصون، نحيلو هذاك السنسول. من بعد كي كملنا نقينا السردين تاعنا، نروحو لهذيك المريقه لصتوها ناشفه، زيدوا لها ربع كاس تاع الماء فريمون شويه، ان بوتيت غوت، ما لازمش تكون عندكم المرقه بزاف سينو ما تجيكمش بنينه. ولا تكون مليحه ارميو هكذا السردين وخليوه 10 ا 15 مينوت يطيب تمتم السردين. هكذا كيطيب ونفرغوه. الله الله، وبصحتنا. اي فوالا، هاي لي شطيطه تاع السردين تاعنا وجدت، جات بنينه وحويره. جلا كومباني بشلادة هذه تاع الطوماطيش الخيار والفلفل. شوفوا، تبعوا بيان لي زيتاب لي جامي ما وساتها، تبع بيان تجيبها 100%. واش نقول لكم، تهلاو في روحكم ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى ان شاء الله. بقاو بسلامه.